fractose friend or foe. Dr. Wissam, Professor of Internal Medicine, Hepatogastroenterology Unit, Vice President of the Scientific Board of Clinical Nutrition, Ain Shams University. Professor Wissam. Good morning, my director and chairperson and my colleague. First of all, I would like to thank Professor Dr. Mona Amin, Professor Dr. Mona Hagazi for their kind invitation. It's my honor to participate in this important and great conference. Dr. Mona, about renal pathology, pathogenesis, there is many factors affecting NAFLD pathogenesis, but still fructose is play the key role and key player in this process. هي اللي بتقلب. دكتورة وسام هو النت عندك ضعيف عشان كده ما بيقلبش السلايدز. فهل ممكن انا اشغل لك السلايدز من عندي؟ اتفضلي دكتورة. شيرنج وانا هستوب الشير وحضرتك هوصل السلايدز من عندنا. اوكي نعم. هي شغاله دلوقتي خلاص صح؟ اه. فركتوز. فركتوز هو عباره عن هكسوز كربوهيدرات مونوسكرايد بيجي من الفروتس، موجود في الفروتس والفيجيتابلز بس بيبقى بنسبه قليله، موجود مينلي في الهاي فركتوز كورن سيرب، ودي حاجه بقت تدخل دلوقتي في البروسيسنج فود وفي الحاجات المصنعه وفي الصوصات وفي الدريسنج، موجود عن طريق السكروز لانه بيمثل 50% من السكروز. First of all لازم نفهم الميتابوليك باث واي بتاع الفركتوز. الفركتوز بيبقى ابزوربت من الانتيروسايت عن طريق حاجه اسمها جلوتي 5، ده بيبقى موجود الريسبتور ده على الابيكال بوردر بتاع الانتيروسايت، وبعد كده بيتنقل البورتال فين عن طريق الجلوتي 2. مهمه قوي ان احنا نعرف ان الفركتوز بيزود الاكسبريشن بتاع الجلوتي 5، يعني كل ما ناخد فركتوز اكتر كل ما الجلوتي 5 بيزيد كل ما يزيد الابزوربشن بتاع الفركتوز. بعد كده بيتنقل من ويحصل له ابتيك بالهيباتوسايت عن طريق الجلوتي 2، وهو بيعمل اكتيفيشن لمين فيري امبورتنت ترانسكريبشن اللي هو الكربوهيدرات ريسبونسيف اليمنت بايندينج بروتين اند ستيرو ريجوليتنج اليمنت بايندينج ترانسكريبشن فاكتور 1 سي، وبالتالي بيزود الفركتوريز. ندخل في الهيباتوسايت يبدا يحصل لها حاجه زي الفوسفوريليشن، بيتحول الفركتوكاينيز بيشتغل عليه بيحوله الى فركتوز 1 فوسفيت، وبعد كده يشتغل عليه الالدوز بي يدينا تو برودكتس مهمين جدا، الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت والجليسيرالدهايد. الداي اسيتون الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت بيمشي باس واي طويله لغايه ما يدينا الاسيتايل كو اي اللي بدوره بيدخل في السنسز وفاتي اسيد. الجليسيرالدهايد بيمشي باس واي يوصل للجليسيرول 3 فوسفيت، الاثنين مع بعض هو الفاتي اسيد بيحصل لهم استريفيكيشن وتدينا لارج اماونت تريجليسرايد، وهو ده الهول مارك وهو ده المشكله الاساسيه بتحصل في النفل اكيوميليشن اوف تريجليسرايد. خلي بالنا ان البروسيس دي كلها نون انسولين ديبندنت، يعني ممكن تحصل ايفن في حاله الانسولين ريزيستنت. طيب الفركتوز يعتبر ذا موست امبورتنت لايبوجينيك شوجر لان هو اكت از ا سبستريت، لان زي ما اتفقنا ان هو بيزود الدينفو لايبوجينيسيس ويطلع لنا التريجليسرايد وبيزودها ويزود الاكيميليشن بتاعتها في الليفر، كمان هو اكت از انديوسر لان احنا زي ما اتفقنا ان هو بيعمل اكتيفيشن للترانسكريبشن بروتينز، وكمان بيعمل ديس فانكشن وامبيرد للهيباتيك بيتا اوكسيديشن، فبالتالي اللي داخل بيبقى اكتر كتير قوي من البيتا اوكسيدايز فبالتالي بيحصل له اكيميليشن في الليفر. طيب هو مش بس كده، هو مش بس بيعمل لنا النفل، لا ده كمان بيأثر على الديزيز بروجريشن. هو بيزود الديزيز بروجريشن باي ماني بروسيس، اول حاجه عن طريق ان هو بيزود الفري راديكلز وبالتالي بيزود الانفلاميشن وبيزود الفايبروزز. تاني حاجه بيزود بيعمل ديبليشن للفوسفيت وبالتالي بيدينا ادونيزين مونوفوسفيت بكميه كبيره تدخل في السنسز بتاعت اليوريك اسيد اللي بدوره بيزود الانفلاميشن. كمان هو ليه دور في الميتوكوندريا ديسفانكشن. اخر حاجه بيزود الانسولين ريزيستنس. احنا بقى عندنا فاكتور تاني كمان الانسولين ريزيستنس. الانسولين ريزيستنس بيحصل نتيجه للفركتوز عن طريق كذا باث واي. اول حاجه ان هو وجود الفيسرال فات دي في حد ذاتها بتعمل انسولين ريزيستنس. في ميتابولايتس كتيره بتطلع اثناء الفركتولوسيس زي الداج وزي الميثايل جلايكوزايد، الاثنين دول بيأثروا على السيجنالز بتاعت الانسولين ويدينا انسولين ريزيستنس. كمان اليوريك اسيد بيعمل مور انسولين ريزيستنس.
بيعمل ستيميوليشن للفري راديكلز والجلوكوجينيسيس، وكل الفاكتورز دي بتؤدي للانسولين ريزيستنس. يبقى احنا بقى عندنا تو فاكتورز دلوقتي، الفركتوز والانسولين ريزيستنت. الانسولين ريزيستنت افكت الفاتي ليفر بان هي بتقلل الابتيك بتاع الجلوكوز على الماسلز، بتزود الريليز اوف فري فاتي اسيد من الاديبوز تيشو، امبيرد البيتا اوكسيديشن، بتزود الابتيك بتاع الهيباتيك فاتي اسيدز، بتقلل الاكسبورت بتاع الترايجليسرايد فروم ذا ليفر عن طريق ان هي بتقلل البيتا الابولايبوبروتين بي 1 بيتا 100، فبتقلل الاكسبورت بتاع الفيري لو دنس لايبوبروتين. مش بس كده، ما بقاش فعلا زي ما الدكتوره منى قالت لنا ان هو ديفايند بس للليفر، لا ده بيأفكت ميني اورجنز. من اهم الحاجات اللي بيأفكت الانسولين الفركتوز والانسولين ريزيستنت هي افكتنج الجت، بتاثر على الميكروبيوم، بتعمل امبيرد الجت بارير، بتزود الليكي جت، الليكي جت بتزود الترانسلوكيشن، بتزود الترانسلوكيشن اند توكسين اللي بتعمل مور انفلاميشن ومور فايبروسيس، بتشتغل على الاديبوز تيشو وبتزود الفري فاتي اسيدز، بتشتغل على الماسلز وبتزود بتقلل الابتيك بتاع الجلوكوز، وبالتالي بتدينا مور هايبر جلاسيميا مور انسولين ريزيستنت. طيب امتى بقى نقول ان الفركتوز ده جود كويس؟ الفركتوز الموجود في العسل على الرغم ان هو موجود في كميه كبيره في العسل وهو بيديله الطعم المسكر، بس هو معاه ميني سبستانس غيره ضمنها فلافينويد كتيره قوي، والفلافينويد دي اهميتها ان هي بتشتغل از انتي اوكسيدنت ميتابوليك انتي انفلاماتوري، عشان كده العسل نو ريليشن بينه وبين النفط. كمان وجود الفركتوز في الفروتس والفيجيتابلز بيبقى موجود بنسبه قليله جدا، وكمان وجود الفايبرز في الفيجيتابلز والفروتس بيقلل الايفكت بتاع الفركتوز على النفط، عشان كده ما فيش اي ريليشن بين الهاني والفروتس والفيجيتابلز ولا نوت اسوشيتد وذ نفط. ثانك يو. شكرا جزيلا دكتوره.